قد تصمت جميع الأسلحة خلال الهدنة إلا سلاح قناص حوثي في تعز. فمن تبة الصالحين المطلة على منطقة الشقب بمديرية صبير جنوبي المدينة حصد ذاك القناص أرواح عشرات المدنيين. هذه المسنة إحدى ضحايا القنص الحوثي الذي أصابها بذراعها الأيمن فشل حركتها. خلص من قبل الحوثي دخل من ظهري وعشلت لي بالأورجة الدموية والشريان والأعصاب. دحين تدي عاطلة ما وش أعمل، كل دفعة بخمسين إلا لحسابنا. والله ما حدا ندلنا ريال ولا حدا بدي علينا بدية. والله هذه ليست ضحية وحيدة، إذ وثقت تقارير حقوقية مقتل وجرح أكثر من 160 مدنيا في الشقب بالقنص الحوثي بينهم نساء وأطفال. هناك العديد من الإصابات الناتجة عن القنص والألغام في الأسابيع السابقة، وأكثر تلك الإصابات تأتي من منطقة الشقب. منطقة الشقب هناك العديد، يعني هناك انتهاكات بشعة من قبل ميليشيات الحوثي تمارس على أبناء هذه المنطقة. تصل الحالات إلينا وهي في وقد دخلت في مضاعفات نتيجة بعد الطريق على المستشفى. وتعد منطقة الشقب الواقعة إلى الجنوب من تعز إحدى أكثر المناطق تضررا من قنص وألغام الميليشيات الحوثية، إلى جانب مناطق كلابة وعسيفرة وصالة وحي الزهراء شرق وشمال المدينة. تزداد إذن عملية القنص الحوثية في عدة مناطق في تعز مستهدفة المدنيين، خصوصا في منطقة الشقب جنوبي تعز التي لا يكاد يمر فيها أسبوع إلا ويسقط مدنيا قتيلا أو جريح برصاص تلك القناصات الحوثية. هل سعيد الحدث تعز. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.